حبيبي نورجيكم توت عنخ آمون فرعون مصر مدة 9 سنين. الموظف الحكومي أجاب الفرائض. شوفوا المطر يا جماعة، مطر عبة الدنيا سبحان الله. عم قلهم شوفوا المطر. اي والله شايفين المطر ما شاء الله سبحان الله. يلا نبلش جولتنا بالآثار المصرية بمتحف اللوفر. شوفوا لي هالتمثال، هدول كلهم بيعودوا لقبل الميلاد. شايفين هالتماثيل؟ محتفظين فيهم لهلا. تخيل هذا. طبعا اليوم حابين نورجيكم بهالجزء الثاني من متحف اللوفر كل شيء بخص مصر الحبيبة أم الدنيا بهالفيديو. بابا اوه ماشي، في شيء كثير حلو حابة اورجيكم اياه. شوفوا وهلا رح نكمل جولتنا انا وهافان. شوفوا يا جماعه هذا قسم ثاني وفيه كثير شغلات حلوه كمان. شو رايك للوا؟ كثير حلو فظيع، شغل ايام زمان كله. شوفوا الكرسي، الشغلات الصغيره، هي المرايه، هي شايفتيها كانت مرايه. هو مع الاسف في اضاءه الشبابيك البرانيه والنهار عم شوي عم ضايقني. شوفوا السلات اللي كان يحطوا فيها شغلات بسيطة، هنيك في عندك فازات حياتي وجرر. شوفوا لي يا جماعة كثير شغلات وكثير قصص. الصياد على الاسهومة، هي الاسهومة اللي كان يصطادوا فيها شو اسمه الحيوانات، والسكاكين، وهي شوف الصندل، وهل الاشخاص الفرعونية الصغيرة قدام عيوننا، وهل البيت اللي فيه الفارعنة، الأطواق. يا جماعة إذا عم تفهموا شو مكتوب اكتبوا لنا بالتعليقات رجاء. وهلا بدنا نصور لكم إله بيس لأول بالجيزة، بالجيزة بمصر الحبيبة. شي بيخوف يا جماعة عن جد. شايفين؟ ونسينا نقلكم انه سنة 341 يا جماعة قبل الميلاد لقوه، ما قلت لقوه، اكتشفوه. شايفين حبايبي كنا هون، هلا بدنا نصوركم كل شي هون. شو رأيك؟ لك وأنا بفارغ الصبر بدي ورجيكم كل شي بإذن الله. وهلا يا جماعة بدي اياكم تنصدموا معنا انا وهافان. شو لقينا؟ شوفوا شو لقينا. دوستك شو يعني شو بالعربي؟ تمثالين؟ تمثالين من قوم سبا. من قوم سبا؟ تخيل. وهلا بدنا نورجيكم الكاتب الفرعوني. شوفوا. شايفين بس على فكرة قربي لهون للوا. يا جماعة شايفين عيونه؟ صايرة من الكريستال. وهلا رح نورجيكم عن خوجيس وزوجته. شوف كاتبي القصر سنة 2500 يا جماعة قبل الميلاد.
هدول زوجين شايفين كيف ماسكين ايدين بعض. المدير كاي سنة 1350 ما قبل الميلاد. هذا كله شخصية واحدة وراء المدير كاي. وبتعرفوا انه هالحجر صار من الجير المطلي. تصوروا، شوفوا لي انتم يا جماعة، ناخب الكتبة راهيركا وزوجته مرسينخ، هاي تمت سنة 1350 ما قبل الميلاد. تصوروا يا جماعة. وهلأ رح نورجيكم ملك من سلالة الأسرة الثانية عشر. الثانية عشر بس ما كاتبين اسمه على فكرة. وهلأ رح نورجيكم للمستشار شو اسمه. وجدوه بقبره بأسيوط. بأسيوط. هلأ كل شيء ورجيناكم هون شاك. كله بأسيوط حياتي مو هون. في بالفيوم وفي بأسيوط طبعاً. الأغلبية. وهلا حبايبي بدنا نصور لكم محافظ أسيوط أيام الفراعنة. شوفوا حبيبي أي سنة؟ 1889 حبايبي. ما تعبت هفا؟ لا ما تعبت. يلا نكمل جولة. لعيونك لعيون المتابعين ما تعبت. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب لتكونوا جزء من عائلتنا. عم نستنى دعمكم ها لتوصلونا لل 10,000. وما تنسوا كمان يعني زر الجرس حبايبي. وهلا بدنا نورجيكم حاملة القرابين من أول الأسر الحاكمة. شوفوا يا جماعة. خليني أصور لكم إياها هني. وهلا رح ورجيكم تمثال صغير من الملك امينة مات الثالث سنة 1798. شوفوا يا جماعة. وهذا راسه طبعا ها. وهلا حبايبي رح ورجيكم الموظف الحكومي ايام الفراعنة كمان. لقوه بالفيوم. لقوه بالفيوم سنة 1798 قبل الميلاد. يا سبحان الله يا جماعة عن جد. أيام زمان. قول يا جماعة الملك سيخوتيب الرابع ووزيره ما بعرف شو اسمه. أي سنة؟ 1725 ما قبل الميلاد يا جماعة. خليني أورجيكم وزيره. وزيره الأفندي اسمه نفركاري إيمورو. نفركاري إيمورو كمان طبعاً سنة 1725 ما قبل الميلاد. ملك ووزيره تصوروا. فهذا الرأس مو معروف عنه شيء نهائيا. بس مبين انه فراعنة. فرعون يعني واحد من الفراعنة. بس شوفي معالمه ما احلاها. شوفوا لي هون جرات المي، جرات اللي بدكم اياه هون. التانية هذا طبعا اللي شو اسمه؟ زريعة. ما بعرف هيك حسيت. هذا مين هذا؟ ستاتيو دو ديو امون. الامون. يا الهي. 1327 قبل الميلاد. تخيل. هذا سيتي. هذا الملك سيتي. جيكون عبتال القصر ايام زمان يا جماعه، منحوت من خشب اشياء. شايفين يعني شيء رائع. يلا نكمل جولتنا. نكمل يلا. نسينا نقول لكم تاريخ صنعه بيرجع لعام 1300 قبل الميلاد. قبل الميلاد. هاي شو منين عم تطلعي؟ من توت عنخ آمون. تعال شوف شو كثير حلوة. ورجيهم اياها يا جماعة. توت عنخ آمون اللولوة طلعت من هون. شو ها؟
عن جد شيء بيخوف. هدول الخدم تبع الملك. لا. وهذا الخادم مع زوجته، شوفوا. يا إلهي. شو رأيك؟ شيء عظيم. طب بدي أعرف أنا، طب كيف لحد هلا هون؟ يعني تصوروا يا جماعة، من 1300 ما قبل الميلاد لهلا واقفين قدامنا وعم نتفرج عليهم وعم نوصلكم الفكرة وعم نحب نورجيكم شغلات حلوة ورائعة. هفان تعرف مين هدول حياتي؟ أنا بقلك. شايفين حبايبي؟ خليكم عم تكملوا معنا جولتنا بمصر الحبيبة أم الدنيا. يعني عليك يا روحي. مصر أم الدنيا. هلا نحن بالصالة الرابعة، يعني نورجيكم كل شيء عم بيصير. قصص وحكايات وجمال ما بتنتهي ابدا. لا نهايه. شوفوا لي هقلب لكم كاميرا. حبيت اورجيكم اياها. رجعوا لعام 1300 قبل الميلاد طبعا من الحجر. اورجيكم بقايا تمثال رمسيس الثاني اللي مصنوع من الجرانيت يا جماعه. سنة 1213 ما قبل الميلاد. وين ما اجى؟ ما ضل فيه شيء تطور. خليني اورجيكي خاتم رمسيس الثاني مع مرته. يعني هدول الاثنين هن. واو. خاتم مرته مكتوب من دهته مكتوب يا جماعه. يا سلام. شايفين الحصانين الصغار على خاتمه؟ وهلا بدي اورجيكم يا جماعه خادم سيتي الأعظم. هذا سنة 1279 قبل الميلاد. وهالحجر كمان الجيري رسمين عليه طرف وش الملك. هدول من عهد رمسيس الثالث. تخيلوا من عام 1184. وفي منهم بيعودوا لعام 1153. تخيل ما قبل الميلاد جماعة. ما قبل الميلاد. ما قبل الميلاد على طول. أنا عن جد كثير مبهورة بهالشيء. شو هاد؟ أنت شوفي الزين تبعهم، شو الثياب تبعهم، مو مثل الصالة اللي كانت هنيك. مختلفة حتى تماما. مختلفة. والحجر إذا عم تلاحظوا نوعية الحجر حتى غير كانت. أي عن جد يا جماعة. بس انه كانوا شباب يحملوا هالعصي براس النسر والخروف ولا الكبش مثل ما شايفينه، بس يشيلوه قدام القصر. شايفين؟ يعني كحراس فقط مو اكثر. حبينا نورجيكم هدول كمان. وهدول بيرجعوا لعهد رمسيس الثاني. يا إلهي. رح ورجيكم حبايبي قناع المومياء من ذهب. هذا يا جماعة عمره 1213 ما قبل الميلاد. وطبعا انتم بتعرفوا كل هالقطع جاي من هالوقت هذا. اكتشفوها. وهالشاهدة هي بترجع لعام 1250 مرسوم فيها أمنحوتب الأول وأمه نفرتاري. وهالحجر الجيري المطلي بيرجع لعام 1219 قبل الميلاد. عفوا؟ شو رأيك بهي؟ شيء عظيم. لونسيان غين يعني شيء خيالي. شيء رائع. الملكة القديمة أهمس. والله كثير كثير في فراعنة كان. ما بعرف شو بدي أقول لكم أسمائهم قد ما لهم كثار. مين ولا مين بدنا نقول.
انا على فكرة اذا ما عم بحكي كثير ما عاد في حكي اقوله. شيء مبهورين، شيء عظيم عن جد. يعني انت متخيل شيء بيرجع لما قبل الميلاد؟ شيء مو طبيعي. يعني انا بالاول انه سعيد جدا. القرون الاولى من البشرية. هو الشبابيك عم بتبين حبايبي. حياتي كتبتيها لها هاي الكتابة الفرعونية. يا سلام يا جماعة، حاسة حالي بمصر شوي. لا شي شي رائع عن جد. وهلا صار لازم حبايبي نورجيكم توت عنخ آمون فرعون مصر مدة 9 سنين. تخيلوا هو قدام عيننا عم نشوف كل شيء مثل ما هو. شيء مو طبيعي. خلينا نورجيكم اياه. علاء قالت لي انه بتخاف. انا كثير أنا خفت والله. انا اندهشت. ليش؟ لاني كل مواصفاته بالحرف الواحد موجوده. هاي المومياء ترجع لعام 1250 قبل الميلاد. ما قبل الميلاد. يا الهي شيء عظيم يا جماعه. كل شيء جواتها بقيان. شو هون؟ وبيخوف. عن جد شي خرافي بلوى. شوفوا حبايبي هون مومياء لكل حيوان موجود هون. هاي الصقر مثلا، النسر والصقر والقطة والتمساح والكلب، يعني كل شيء موجود هون. شايفين؟ كان كله يعملوه يحطوا هالشاشية حواليه ويتركوه يعيش. شايفين هاي كلها قطط على فكرة. شايفين هاي كلها قطط على فكرة.
شوفوا لي هالزورق اللي بيجنن. شوفوا لي الحجر القديم يا جماعة، والرسمات الحرفية اللي عليها. يا سبحان الله كيف كان يعملوا هيك. شوفوا لي النحت بالطراز الأول، هي كلها هون عم بتشوفوها شقف من حيطان طويلة وعريضة، بقايا الحيطان المقيانة. حجر بيرجع لعام 1213 قبل الميلاد، شايفين؟ مصلى رائع لأجداد الملك تحت بيس الثالث.